بونجور، السلام عليكم. اون فيغا دون سيت فيديو لا كوريكسيون ديال واحد ليكزيرسيس ديال ليتيد دو بري اللي تحط في ليكزامان ديال كونديكتور طرافو، ليكزامان فان دو فورماسيون 2020، اللي هو لا ديتيرميناسيون ديال بري دو فونت ديال ان مور دو سوتين. الوغ بالنسبه لي دوني، عطاونا في الاول لي كاركتيرستيك ديمونسيونيل ديال هاد المور دو سوتين، اللي فيه واحد لا باغوا فيرتيكال وفيه واحد لا سوميل. قالوا لنا ان هاد المور لا لونغور توتال ديالو غادي تكون 150 متر، غادي تعمل بالزيليمون بيل فابريكي، كل اليمون الطول ديالو متر ونص. هنا عطاونا لا هوتور 2 متر، لا لارجور 2 متر و10، عطاونا لي دوزاج ديال لي ماتيريو اللي غادي يكونوا في البيتون ديالو، 400 كيلو ديال السيما، 350 لتر ديال الصابل، 700 لتر ديال الكرافي الصغير، و 300 لتر ديال الكرافي الكبير. عطاونا الفيغاياج، هاد الميور هذا غادي يكون فيغايي ب 130 كيلوغرام بار متر كيو. Ensuite, on a les données de la main d'œuvre. Pour fabriquer un mètre cube de béton armé, yani le ferraillage dialo, le coffrage dialo, etc. On dit qu'il y a 3 heures de main d'œuvre par mètre cube. La main d'œuvre, il va nous coûter 15 dirhams par heure. Ou les matériaux comme le ciment, sable, gravier, acier, etc. La perte dialo va être 3% ou la TVA va être 20%. Ensuite, on a le tableau qui fait les données de prix liées les matériaux, les valeurs du chantier dirham. On a le ciment 65 dirhams par sac, le sable 200 dirhams par mètre cube, le gravier 150 dirhams par mètre cube, le gravier 140 dirhams par mètre cube, ou l'acier 15 dirhams par kilogramme. Ensuite, on a les questions. Le travail demandé chez nous, on va dire qu'on a le sable. ديبورسي سيك ديال 1 متر كوب دو بيتون ارمي، ديبورسي سيك ديالو اللي هي الماتيريو ديالو والماتيريال والمان دوفر والماتيير كونسومابل. يعني في الاول غادي نحسبو 1 متر كوب دو بيتون شحال غادي تقام ديبورسي سيك ديالو، متر كوب دو بيتون ارمي بالحديد بكلشي. من بعد في لا كيسيون الثاني غيطلبوا منا نحددوا الحجم ديال البيتون اللي كاين في واحد لي ليمون، حيت هاد الحيط هذا غيتعامل بلي ليمون بري فابريكي، كل واحد فيهم الطول ديالو متر ونص. الوغ غادي نحتاجو الفوليوم ديال داك لي ليمون ديال متر ونص. من بعد غادي ننتقلوا من ديبورسيسيك ديال المتر كوب للديبورسيسيك ديال اليونيتي ديال ليمون بري فابريكي في لا كيسيون 3. اي اونسويت غادي يطلبوا منا نحددوا لو بري دو فونت ديال ان ليمون دو مور انطلاقا من الكوفيسيون دو بري دو فونت اللي غادي نحسبوه الاول. فوالا، وفي الاخر غادي يطلبوا منا نعملوا واحد الكالكول عام ديال الميزانيه اللي غتدخل في الماتيريو ديال الرياليزاسيون ديال هذا الحيط كامل. الوغ فوالا، هذه هي لي نونسي، هادو لي دوني كاملين اللي غادي ندوزو بوغ ديتيرميني لي ريبونس. في الاول طالبين لنا ديبورسي سيك دو 1 متر كوب دو بيتون ارمي، يعني غادي نحتاجو هاد لي دوني اللي كاينين في هاد لي دو فيشي. كتلاحظو هنا غادي نحتاجو لي ماتيريو اللي هما سيمون، صابل، غرافي اي اسي. نحتاجو لي دوزاج ديالهم، نحتاجو لي بري ديالهم. مثلا السيما عندنا 400 كيلو في المتر كوب وكتتباع ب 65 درهم للصاك، الصابل 350 لتر بار متر كوب وكيتباع 200 درهم بار متر كوب، الكرافي الصغير 700 لتر والكرافي الكبير 300 لتر، وشاك كرافي البري ديالو هو عندنا هنا 150 درهم 140 درهم. ولاسي غادي نحتاجو 130 كيلوغرام داسي في كل متر كوب، وكل كيلوغرام 15 درهم. زائد لا مان دوفر غادي نحتاجو 3 اور دو مان دوفر، وكل اور ديال المان دوفر كتقام ب 15 درهم، وما نساوش لي بارت. اذا لو ريزولطا ديال هاد لي كالكول غتجينا في هاد لو طابلو هذا. طبعا غنحتاجو واحد مجموعة ديال التحويلات في لي زونيتي، باغ اكزومبل لو سيمون الا بغينا نخدمو بالكيلوغرام غنكتبو الدوزاج بالكيلوغرام بحال اللي عطاوه هنا 400 كيلوغرام، ونزيدو 3% ديال البيرت غتجينا 412 كيلوغرام. ولكن غنحتاجو الثمن غيكون حتى هو بالكيلوغرام، اذا ما غنعملوش 65 درهم، غنعملو 65 درهم مقسومة على 50 كيلو، حيت الساك دو سيمون هو 50 كيلو، كتجينا درهم فاصلة 3 لكل كيلوغرام. بالنسبة للصابل قالوا لنا 350 لتر غادي نردوه بالمتر كيوب، غيرجع هو 0.35 متر كيوب، حيت 1 متر كيوب هو 1000 لتر، زدنا له البيرت 3%، وكل متر كيوب 200 درهم. لا ميم شوز غادي نعملوه مع الكرافي الصغير والكرافي الكبير، كانت 700 لتر، هنا رجعت 0.7 متر كيوب، كانت هنا 300 لتر، رجعت 0.3 متر كيوب. جيبهم زدنا لهم البيرت، وكل واحد ضربناه في الثمن ديالو ديال المتر كوب. بالنسبه للحديد عطاونا له دوزاج بار متر كوب 130 كيلو في المتر كوب، غادي نزيدو له البيرت 3%، وهنا الثمن ديال الكيلوغرام، حيت هاد 130 راها كيلوغرام، اذا خصنا الثمن ديال الكيلوغرام اللي هو 15 درهم.
و فان دو كونت لما ندوغ عندنا بالساعات 3 ساعات ديال الخدمة، وكل ساعة كتقام ب 15 درهم. إذا لابليكاسيون نيمبريك عطاتنا أن لو ديبورسي سيك أونيتيغ ديال المتر كوب دو بيتون هي 2812.61 درهم باغ متر كوب. من بعد غيقولوا لنا هاد الحيط هذا شحال لو فوليوم ديال لونيتي ديالو. هاد الحيط كما كتشوفوه هنا، دابور خصنا نعملوا له واحد ديكومبوزيسيون. لا ديكومبوزيسيون اللي سهله هي اللي كنشوفوها، نخليو لا سيميل مكمله ونقصوا من الحيط وباش غيجيونا جوج ديال الاشكال، ان ترابيز اي ان ريكتونكل. فوالا هاد لا فورم هادي، هادي لا سيكسيون، لا لونغور ديالها هي 1.5 متر. هادشي اللي قالوا لنا في لي دوني. اذا غنحسبوا لا سيرفاس، لا سيرفاس ديال الترابيز ولا سيرفاس ديال الريكتونكل، ونضربوهم في 1.5 متر. اذا اللي كالكول هما هادو، الترابيز هو 0.1، القاعده الصغرى 0.1، القاعده الكبرى 0.25 مقسوم على جوج، في لاوتور اللي هو 1.85 متر. 1.85 متر حيت كانت هنا 2 متر، حيدنا 15 سنتيمتر باش تبقى مع لا سومي. هذه لا سيرفاس ديال الترابيز، ولا سيرفاس ديال الريكتونكل هي 1.1 في 0.15، الكل ضربناه في 1.5 متر. اذا عطاتنا لو فوليوم انيتير، لو فوليوم ديال هذا الميغ هذا 0.733 متر كوب. هاد النتيجة هادي علاش حسبناها؟ حيت حنا خصنا ديبورسي سيك ديال إيليمون ديال الحيط، ماشي ديال متر كوب، والحيط اللي الطول ديالو متر ونص. إذا ديبورسي سيك ديال متر كوب جاتنا هي 2800 درهم و 12 درهم اللي حسبناها في الجدول الأول، وحنا عارفين أن إيليمون هو غير 0.733 متر كوب. ألوغ العلاقة الثلاثية غتعطينا أن الدي إس ديال واحد إيليمون هو داك الفوليوم ديال واحد إيليمون في الثمن ديال المتر كوب. جاتنا 2061.64 درهم. من بعد في لاكيستيون سويفونت غيكون خصنا نحسبو لو بري دو فونت ديال هاد الميغ هذا. وقبل ما نحسبو لو بري دو فونت طلبونا نحسبو الكوفيسيون دو بري دو فونت اللي هو كابي، التعريف ديالو هو بي في اور تاكس على دي اس. غنطلقو من العلاقة الرئيسية ديال ليتود دو بري، دي اس بلس اف سي بلس اف جي بلس بي ا. نعوضو كل بارامتر على حسب لي دوني بالفالور ديالو. اف سي قالولنا 5% دي اس، اف جي بلس بي ا قالولنا 10% بري دو فونت اور تاكس. غادي نعوضوهم، غنحصلوا على واحد الغولاسيون فيها جوج ديال لي زانكون اللي هما بي في و دي اس، وغادي نبقاو نبسطوا العلاقه حتى نحصلوا على بي في سور دي اس هي 1 زائد 0.05 مقسوم على دي اس اللي قبلتها، غتكون عندنا 1 ناقص 0.1. والتعريف ديال بي في على دي اس هو الكوفيسيون. اذا الكوفيسيون اللي كنقلبوا عليه هو 1.05 على 0.90. لابليكاسيون نيميريك غادينا 1.166 etc. المهم الا بغينا نارونديون دو فالور غنقولو 1.17. يعني هاد لوفغاج هذا غنحددو الدي اس ديالو، وباش نبيعوه غادي نزيدو 17%، نضربو في 1.17. داكشي اللي غادي نعملو في لوغيست ديال لا كيستيون. غادي ناخدو عندنا البري دو فونت كيس على الدي اس هو الكوفيسيون. اذا البري دو فونت هو الكوفيسيون مضروبه في الدي اس، الكوفيسيون جبرناه هو الدي اس ديال الميغ، حيت حنا خصنا البري دو فونت ديال ان ميغ ماشي ديال ان متر كوب. الدي اس ديال ان ميغ هي 2061. لابليكاسيون نيميغ غتعطينا لو بري دو فونت اور تاكس ديال واحد اللي هو 2405 درهم فاصله 25. الا بغيناها بالتي فيا تو تاكس كومبريز، الوغ غنقولو البري تي تي سي هو داك 2400 مضروبه أو لا زايدة 20%، يعني مضروبة في 1.20 في 1.2 غتجينا 2886 درهم فاصلة 30 باغ إليم. أخيرا لا كيستيون الأخير، طلبوا منا الميزانية ديال الماتيريو كاملة ماشي غير ديال واحد الميغ. شنو غادي نشوفو؟ حنا شحال عندنا لي زيليمو؟ عندنا 150 متر، كل إليمو هو 1.5 متر. إذا إلا قسمنا غيكون عندنا 100 حيط، 100 يونيتي ديال هاد الحيط هذا. ألوغ إلا بغينا نعملو الكالكول في الجدول شنو غادي نعملو؟ غنقولو خصنا الفوليوم توتال ديال الحيط، ماشي الفوليوم غير ديال واحد اليونيتي، الفوليوم توتال ديال الحيط. يعني عندنا 100 يونيتي، كل يونيتي الحجم ديالها شفناها في لاكيستيون اللي فات 0.73 متر كوب. اذا الحجم الكلي ديال الحيط هو 73.3 متر كوب. هاد الكونتيتي هادي هي اللي غادي نستعملوها فحال الجدول اللي خدينا في الديبورسي سيك، غير اوليو ديال لي كونتيتي يونيتير كان خصنا غير ديال واحد المتر كوب. الوغ ديك واحد المتر كوب دابا لا، ما خصناش غير ديال واحد المتر كوب، خصنا ديال 73.3 متر كوب. الوغ ديك لي كونتيتي اللي استعملناهم في الماتريو في الديبورسي سيك يونيتير كاملين غيتضربوا في 73.3. وحاجه اخرى ضروري ما نساوهاش هو ان خصنا نحيدوا الريبريك ديال المندوف، حيت هنا قالوا لنا نعملوا لهم غير البيدجي ديال الماتريو. اذا جوج تغيرات على حساب الديبورسي سيك الاولى، ضربنا في الكونتيتي باش نعرفوا لي كونتيتي توتال، وحيدنا لا مندوف حيت خصنا حنا دابا غير الماتيريو.
لابليكاسيون نيمريك غتعطينا هاد لي فالور هادو ملي غادي نجمعهم غتجينا 202000 درهم و865.81. وكاين طريقه اخرى مختصره، هي نمشيو داك الثمن اللي خرجنا في الديبورسي سيك اونيتير اللي هو 2812.61، نحيدو منه ديك لوكو ديال لمان دوفغ اللي كان 45 درهم. علاش 45 درهم؟ حيت 3 الساعات في 15 درهم، هادو هذيك الساعه غتجينا الماتيريو ديال الواحد المتر كوب. شحال عندنا حنا ديال المتر كوب؟ 73.3 متر كوب، غتجينا 202865.81 بحال اللي خرجتنا هنايا.